حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة نادية الجهيني بالإعدام شنقاً حتى الموت بجناية قتل المغدور أنور الشامي عمداً مع سبق الإصرار والترصد. بدك شي؟ اللي بدي اياه مانك قادرة تعطيني اياه، واللي قادرة تعطيني اياه ما بيعني لي شي. أنا كل اللي بدي اياه إني ريحك إذا قدراني. يا ريت. قولي لهم اللي بدهم يعدموني حاجة تعذبوني وتعذبوا حالكم وتركضوا ورا طقوس وإجراءات ما لها معنى. قولي لهم يعدموني ويريحوني لأنه انتظار الإعدام أصعب من الإعدام نفسه. كنت أتمنى من كل قلبي إنه ريحك، بس المشكلة بالنهاية إنه أنا مجرد وحدة بنفذ القانون. القانون؟ القانون؟ أنو قانون هاد؟ ضيعت كل عمري وأنا عم نفذ القانون وعم طبق القانون بس طلعت عم بضحك على حالي، كله كذب. لأنه اللي حط القانون كانت عيونه مغمضة وكان قلبه مسكر وقت اللي حطه. بدي أجيب لك العشاء، بدك شي تاني؟ يوم إعدامي خايفة من حبل المشنقة؟ ما بعرف، من كتر ما في جواتي أحاسيس مختلطة ما عاد أعرف شو هي. خوف، ألم، ندم، كره، ما بعرف. بس بعرف شغلة واحدة بس، اشتقتله كتير. ما بدك تتعشي؟ لا لحظة، يوم الإعدام امتى؟
حميد طلع لوصلك، لأيمتى بدك تتم تستنى؟ لا لا هلا بتكون على الطريق. لك شو بدك بهالنطرة بالشمس؟ طلع لوصلك مو أحسن لك؟ ها؟ هاي ليك أجي. محمد أنا آسفة كثير تأخرت، بس والله غصب عني. بسيطة، مو أول مرة. صديقي فادي. أهلا وسهلا. أهلين مدام، فرصة سعيدة. أنا بتسمحوا لي عن إذنكم، لا تنسانا محمد، إيه؟ أوكي. مشان الله ما تزعل، والله ما في داعي تحكي شيء ماما. مشاغلي كثيرة ومو فاضي تحضري البطولة. خلينا نمشي سيادة الفاضل. وحياة الوش الحلو اللي عوض لك إياها، تفضل. تفضل أستاذ. الو، مرحبا بابا، كيفك؟ لا لا اطمن، حكيت معه واكدت عليه على اساس اليوم المساء يحكي معي وقلنا تفضلوا. ايه ماشي، بامرك انا فورا، بس يحكي معي بخبرك. اهلين بابا، اهلين اهلين، مع السلامه. شو بده منك هذا الشاب اللي كان معك؟ ولا شيء، عنده واحد قرايبه له دعوة عندك وطلب مني حاكيكي موضوعه. شوف حبيبي، انت طالع للحياة جديد ورح تقابل ناس كتير مثل فادي. من هلأ رح أقلك، أي واحد بيحاكيك بهيك موضوع بتقله ماما ما بترضى أبداً حدا يتدخل بشغلها. يعني رح تصغريني قدام صديقي؟ صديقك؟ هلأ هاد صديقك؟ في بينك وبينه أكثر من 10 سنين، شلون ساويته صديقك؟ الشاب كتير كويس، وصرنا مدة نعرف بعض، بعدين هي أول طلب بيطلبوا مني، معقول تخجليني؟ يا حبيبي، شغلتنا ما فيها مجاملات وتبويس شوارع، هذا قضاء، قضاء، بتعرف شو يعني قضاء؟ شو؟ القضاء مثل الكبد بجسم الإنسان، آخر معقل من معاقل الدفاع عن الجسم. إذا مرض الكبد، مات الإنسان. والقضاء هيك. إذا صابوا الفساد على الدنيا السلام. ماما الله يخليكي ما تخجليني قدامه، على قليل يوافق يزورنا. يزورنا؟ ايه، قال هو أبوه حابين يشوفوكي ويحاكوكي بالموضوع، حاكيهم ماما شو بتخسري كرمالي. تحاك علي، قال لك تحاك. حاضر يا سيدي، كرمالك رح أقابلهم. لك رح أحكي معهم يجي لهم مساء. بابا حكى معي محمد هلأ، قال أمه ناطرتنا المساء. ممتاز، تعا روح معي، عندي مشوار وبعدين منروح لعنده. تفضل الحلو. محمد حبيبي، أنا بعرف أني بعدت عنك الفترة اللي مضيت، بس وحياتك غصب عني. أنت بتعرف طبيعة شغلي قديش صعبة وقديش حساسة، بس من هلأ ورايح بوعدك أنك تشوف أم تانية كل وقتها لإلك. وليش هيك عم تحكي؟ لأني رح أخذ إجازة وأقضيها مع حضرتك، ولأني اشتقت لك كتير كتير. يلا حبيبي، شرب الحليب وقعد دروس. ماما حليب، والله كبرت، حاجة تعامليني كأني طفل. الولد قد ما كبير وحتى لو صار ختيار بيضل بنظر أمه طفل، بس أنت لا، أنت طفلي ورجالي وسندي. يلا حبيبي كمل درس وبس تخلص بنحكي. القاضي يا نادر، ما هيك؟ الأستاذ نادر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي، ممتاز، منيح اللي عرفتيني بدون ما أعرف عن حالي. ولو، حضرتك أشهر من نار على علم.
أنا بتسمحوا لي بدي فوت لعند محمد على غرفته. إيه تفضل، أول غرفة على اليمين. شكرا. تفضل أستاذ، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بالأستاذ نادر. أنا عم تابع لقاءاتك التلفزيونية باستمرار. أفكارك الاقتصادية جريئة وبتعجبني، وهجومك على مواطن الخلل والفساد عامل ضجة كتير. يا ستي الله يخليكي، وزيارتي إليك بصب بنفس توجهاتي الفكرية. عظيم، تفضل. يعني مثل ما لازم نهاجم الفساد لازم نساعد الأبرياء والمظلومين، ما هيك؟ طبعا أكيد. منشان هيك أنا جاي لعندك. عندي موظف عم بيتحاكم عندك، هالشاب مظلوم متهم بتجارة المخدرات وهو بريء منها. شو اسمه؟ مسعود أبو فحمة. مين؟ شو هاد حليب؟ الأولاد بطلوا يشربوا حليب. شو بساوي؟ لساتي بنظر أمي ولد صغير. إيه بس أنت رجال وما بصير أمك تتعامل معك هيك. لسه اليوم أخذ بطولة مدارس سورية. ما بعرف كيف رح أقنعها أني صرت رجال، والله ما بعرف. هالموضوع اتركوا علي. إيه والله لزهزه لك حياتك زهزها. كيف؟ رح رتب لك سهرة ولا سهرات ألف ليلة وليلة، وعلمك كيف بيكون الواحد رجال. أستاذ أنت شو عم تحكي؟ مسعود أبو فحمة متورط بتجارة المخدرات، والوثائق اللي بين إيدي كلياتها بتدل على هذا الشيء. بعدين هو اعترف بنفسه. يا أستاذي ليش أنت ما بتعرفي كيف الناس بتعترف عنا؟ عم بقول لك الشاب مظلوم، مظلوم، وإذا بتساعديه بتكسبي ثواب. والوثائق والتقارير اللي بين إيدي وبتقول إنه متورط، شو بساوي فيها؟ بتتغير، كلها بتتغير. بتتغير؟ كيف؟ انت تركي الموضوع علي، انا بحله. المهم انت وافي انك تساعديه وما رح تكوني الا رضياني. بفهم من حضرتك انك عم تعرض علي رشوة. لا لا لا، شو هالالفاظ القاسية المكروهة يا ستي؟ اعتبريها مقابل اتعابك، تعاونك، هدية. برا، تفضل طلع برا ورح اعتبر حالي ما سمعت شيء. برا؟ عم تلعيني؟ هالكلمة بعمره ما حدا قال لي اياها، بس وحياة عيونك رح تدفعي حقها غالي كتير. الجلسة الآن للنطق بالحكم. باسم الشعب العربي السوري حكمت المحكمة حضورياً على المتهم مسعود أبو فحمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه بمبلغ 200 مليون ليرة سوري، وذلك لارتكابه جريمة المخدرات واستغلال الشباب. طمني أبو حميد، مروق كتير أكتر ما بتتصور. بدك تسلملي على الماما بس. لا خلينا مبسوطين، شو بدنا بهالسيرة هلا؟ ألو؟ إيه أنا الأستاذة نادية. مين حضرتك؟ أنا مدير المدرسة. خير في شي؟
أنا اللي ناوي أسألك هالسؤال. عفواً؟ ما فهمت عليك، شو قصدك؟ ابنك يا خانم عم يمر على المدرسة زيارة ساعة ساعتين وبعدين بيفركها. محمد؟ أي محمد، وكمان مستواه صاير بنوب بالحضيض. بسيطة بسيطة، أنا راح أتصرف. شكراً كثير لك. خلود خير؟ شو ناطرة؟ ناطرتي في شيء؟ القاضي أبو يزن. شو بو؟ أطلق سراح مسعود أبو فحمة. شو؟ أنت متأكدة؟ متأكدة. بسيطة. وين؟ بدي أحط حد لهالمهزلة اللي عم تصير. شلون لقيت لي هالقعدة؟ ما عجبتك؟ أوه بتجنن. قلتك طالع ريحة دخان في شيء؟ اي والله في ريحة دخان. ولي إيه شو لازم اسوي؟ بس توصل على البيت فرشي اسنانك، حط علكة بتمك، اي شيء. واذا بدك بالايام تكيف بدون ما يطلع لك ريحة بس خبرني. ايه طبعا بدي. رح أمر اليوم بآخر الدوام مشان نرجع سوا على البيت. ليش؟ اليوم بخلص بكير، قلت لحالي بيجي باخدك معي مشان ما تتعذب بالمواصلات. لا لا، أنا اليوم في درسين أنا مو فهمانهم، بدي روح لعند رفيقي، بده هو يشرح لي إياهم ببيته. ماشي حبيبي، مثل ما بدك. أنا لكن رح أروح لعند خلود وبجوز تأخر عنده شوي، بدك شي؟ الله معك ماما. باي حبيبي. خليني جرب شمي. لا حبيبي لا، انت تفاعل عليك بالاول بعدين طلب غير صنف. قلت لك بتفاعلك ولو ما في ثقه. صار لي زمان صابر عليك وانا ما حكيت ولا كلمه بصراحه. صنف البودره مو من اختصاصي، هذا من اختصاص مسعود، تصطفل منك اله. وينه مسعود؟ مسعود مسعود اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي مدام. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذي. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شكرا. كمان اليوم محمد هربان و... بعرف وشفته لما هرب. انا بعتقد يا استاذ انه ابني بورطه وانا ماني قدراني طلعه منها لحالي، مشان هيك
أنا بحاجة لمساعدتك. وأنا جاهز لأي خدمة بتطلبيها. شو المطلوب مني؟ وتاني شيء بتمنى عفوا يعني إنه تشددوا الرقابة عليه أكثر من هيك لحتى يرتدع ويبطل يهرب، وما عندي مانع أبدا إنكم تعاقبوه. تكرمي. شو أبو حميد؟ كيف لقيت لي هالبودرة؟ فرق من السماء للأرض، شو جاب لجاب؟ يعني هالحكي بدك تصير زبون مسعود وتتركنا؟ والله إذا رضي فيه زبونه. كل الناس خير وبركة، أنا ما بدي صاير حدا، اللي بيدفع لي بعطيه، وعلى فكرة كل اللي بقيان عندي كمية قليلة، إذا بدك نحسبها حسابك. إيه إيه. دخيلك حسب حسابك. إيه شو علي؟ ناولني لأحسب حسابك. صراحة أنا كنت جايب هالأسوار لأعطيها لفادي لأنه حسابي معه تقيل، بس إذا بينتظرني لأسبوع الجاي باخد فيه منك بودرة. شوف حبيبي، فادي صاحبك بينتظرك بتنتظره، هاي مشكلتكم. أنا ما بنتظر حدا ولا براعي حدا، أنا شغلتي ببيض وببيض. استبينا؟ شوف أبو حميد، أنا مو بنتظرك أسبوع، بنتظرك شهر بحاله. أبو السعود أعطيموني بهالأسوار بمعيتك. شو عليه؟ ولو انه ما بتساوي شيء، بس تكرم عينك. شرف معي. ربيتك على الصدق، وبعمري ما شكيت بكلمة من كلامك. لآخر مرة رح أسألك، وين كنت؟ قلت لك عند رفيقي، ليش ما عم تصدقيني؟ لأنك كذاب وجبان. أنا شفتك بعيني وأنت عم تهرب من المدرسة وعم تطلع بسيارة فادي. لا لا مو صاحب نوم، أنا كنت بالمدرسة. لساتك عم تكذب؟ عم أقول لك شفتك بعيني، واليوم كنت عندكم بالمدرسة وعرفت إنه جنابك من أسبوع ما دوام. احكي لي لشوف، بشو مرتك فادي؟ مرتني؟ احكي لي بالحسنى ولا تخليني استعمل معك اسلوب تاني. الشاب استوى تمام؟ الله وكيلك يا معلم، لا يجي يبوس الصرامي على شمي. لا تبخلوا عليه، اعطوه. خايف تدرى امه وتسوي لنا مشكلة يا معلم. لا تخاف، ما رح تسترجي تفتح تمها، بالعكس رح تحاول تتستر على الموضوع من شان ابنها ما يفوت السجن وتصير سمعتها بالحضيض. بس هيك نحن كمان بيخرب بيتنا يا معلم. بوجود ابو يزن ليكن لك فكرة، ما شفت شلون طالعك من القضية مثل الشعرة بالعجين رغم انه كانت لابستك لبس؟ الله يقدمك فوق راسنا يا معلم. يعني مصمم ما تحكي؟ ماشي لا تحكي، بس أنا رح أعرف كيف أتعامل معك من اليوم ورايح. اسمع، طلع من البيت ما في بنوب. شو الشغلة؟ سجن؟ إيه سجن، من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت. وإذا بشوف أو بسمع إنك حكيت أو تعاطيت مع فادي لا أحرمك تشوف الشارع. شوف، وقف، لسه ما خلصت كلامي. فايت نام، شو ممنوع هي كمان؟ ايه ممنوع، ممنوع تنام قبل ما تخلص دروسك. شرف معي، تفضل حتى اسمع لك. شو نمت؟ وحدا سمع لك مرة تانية. يلا حبيبي يلا.
وين صرنا؟ ماما أنا ما عاد قادر فتح عيوني، خليني نم لي ساعتين بس وبعدين بكفي درس. طيب حبيبي ماشي. يلا أي ساعة فايقك؟ عاد الفجر. طيب ماشي، تصبح على خير. طيب خير. تتذكر زمان لما كنت اجي فيقك واقول لك صباح الخير شو كنت تساوي؟ شو؟ كنت تضمني من رقبتي وتبوسني. حبيبي يا عمري انت، انا ما بحب ازعلك ولا بحب زعلك، بس فادي وجماعته بيكرهوني كثير وبدهم ياذوني وبيعرفوا انه ما في عندي اغلى منك بالدنيا كلها، مشان هيك عم يتقربوا منك. ما ممكن نترك سيرتهم وما عاد نحكي فيها. يا ريت يا حبيبي يا ريت هنن يطلعوا من حياتنا نهائيا. قولك علي ما اجيب لك سيرتهم بالمره. يلا قوم جيب الكتب لحتى اسمع لك مره ثانيه. يلا حبيبي. اليوم ما حزرتي، امبارح سمعتي لي دروسي كلهم وطلعت حافظهم. ولو كان، بسمع لك اياهم مرة تانية. ماشي، بس خليني بالأول أدخل على الحمام، أتدوش وأغسل وبعدين بجيب سماعة. أوكي حبيبي، يلا يا عمري. نعم حماد، أنا في كلمتين بدي أحكيهم معك، على انفراد. تفضل ارتاح. عود يا ابني عود. وصلني كتاب من الاتحاد الرياضي انه طالبينك الاسبوع الجاي تسافر معهم لتركيا. طبعا هذا الشيء بشرفنا وبيخلينا نرفع راسنا فيك. شكرا. وكمان حابب اقول لك يعطيك العافيه. الاساتذه كلهم عم يقولوا انك رجعت لمستواك وصرت من احسن الطلاب. هذا الشيء بيفرحنا. يلا ارجع لصفك وباخر الدوام بدي اشوفك. على اذنك استاذ. فادي مسعود اطلعوا طلعوا برا السيارة شوي، أنا ما فيني أترك المدرسة أبدا، اطلعوا بدنا نحكي كلمتين. شبك يا زلمة وينك؟ قلن عليك. الماما والمدير اتفقوا يراقبوني. على كل شو بدنا من هالسيرة؟ مسعود
بدي منك شوية بودرة. في عملة ولا ما في؟ بعدين بتفعلها. لا حبيبي لا، شوف لك شي محسن غيري. بوس ايدك مسعود، رح جن. انا عندي طلعة لتركيا مع المنتخب، بيطلع لي من هالبعثة قرشين كويسين، بدفع لك ياهم. اذا هيك تكرم ابو حميد. بدك مونة يومين ثلاثة ولا بدك تاخذ معك على تركيا؟ الدورة بتركيا شي 15 يوم، يعني مستحيل عيش فيهم بلا بودرة. اعطيني شي بكفيني شهر. تكرم عينك، ساعتين بيكونوا جاهزين، ولما بجيبهم بعمل لك زمور. تجي بتوقف جنب السور، انا برمي لك ياهم من فوق السور. ما تتأخر ابو حميد. ها ممنونك، ممنونك كثير مسعود. انا ما راح انسى لك هالمعروف بعمري. بتعرفي ما بتتصوري قديش مبسوطه لسفر محمد مع المنتخب. وليش با؟ خلي بعد عن هالشله الوسخه اللي كان مرافقه. كانه تاخرنا عليه، عجلك شوي. معلش وان حمام. معلش. يلا محمد يلا حبيبي، تأخرنا كتير، لسا عندك إجراءات كتيرة بالمطار. يلا شرطة. أنا فاعل خير، في تاجر مخدرات مسافر مع المنتخب لتركيا، اسمه ألو. أهلين خلود، يلا نص ساعة بكون عندك. إيه، تركت محمد بالمطار مع المنتخب، 10 دقايق بتطلع طيارته. الله يسلمك يا رب، مع السلامة. الو. ايوه انا امولا محمد، خير في شيء؟ شو محمد معه مخدرات؟ شو هالحكي هاد؟ ايه لوين اخذوه؟ طيب ماشي ماسك. لا تتشائمي كتير نادية، إلا ما توجد أسباب مخففة. خلص، شو ما خففوا له ما عاد يمشي الحال. انقضى على مستقبله نهائيا، صار اسمه حجاج، مدمن، خريج حبوس، واحد هاي مواصفاته، شو بده يكون له مستقبل؟ الو. اهلين، مين حضرتك؟
ولو يا مدام، شو نسيتيني؟ لما قلت لك انه مسعود ابو فحمي مظلوم قلتي لي كل الاثباتات ضده. هي ابنك كمشوا معه مخدرات وكل الاثباتات ضده. بقى ابنك تاجر مخدرات شي؟ ولك انت سافل حقير واطي، بس وحياتك ابني ما رح يدفع الثمن لوحده. ابنك ومسعود رح يدفعوا الثمن كمان، لانه ابني اعترف عليهم بافادته. عم تحلمي يا مدام، عم تحلمي. باي. حرام عليك، طلعي شوفي الدنيا. مو قدراني، مو قدراني. عادي ماني جاي اقعد، فكرت اجي اطلع انا وياكي مشوار، لانك اكيد رح تحتاجي بعد ما تسمعي هالخبر. انو خبر؟ القاضي ابو يزن شبه طلع فادي ومسعود براء. شو؟ شبك شو صار لك ناديا؟ إذا ما بربيك يا أبو يزن ما بيكون اسمي ناديا. ناديا لا تتهوري، لا تخلي تصرفاتك ضد القانون. قانون؟ لك أنو قانون هاد؟ أنو قانون؟ أنا قاضية وأنا اللي بعرف شو هو القانون. ما ضل القانون عنا، ما ضل القانون عنا بوجود أبو يزن وأمثاله. لكن أنا ابني يطلع مجرم وفادي وأبو فادي ومسعود يطلعوا بريئين؟ لا لا، هدول ما بيفهموا بالقانون ولازم حاكيهم بلغة تانية. الو، انا الاستاذة نادية. الشرطة؟ خير شوفي. طيب طيب جاي. شوفي نادية؟ ما بعرف، قال بدهم اياي مشان محمد. تعي معي. الله يرحمه، غافل الحراس وانتحر بالسجن ولقينا معه هالورقة. ما
أمي الحبيبة. كنت أتمنى أن تفخري بي، ولكني خيبت أملك. أنا لا أستحقك، لقد ارتكبت العديد من الأخطاء في حياتي، لكني أعدك بأن يكون انتحاري هذا آخر هذه الأخطاء. اغفري لي. أمنيتي الأخيرة أن أطوق عنقك قبل أن أموت. ألو، أبو يزن موجود؟ مطعم السعادة؟ شكرا. حاملة ابنها وعم بتدور عليها.